صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة قول يقول بأن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة، فما تعليقكم على مثل هذا؟ متى كانوا من أهل السنة والجماعة وهم يعادون أهل السنة والجماعة ويضايقونهم على مر التاريخ؟ ومتى كانوا من أهل السنة والجماعة وهم يقولون الرحمن على العرش استوى أي استولى ولم يثبتون الاستواء؟ متى كانوا من أهل السنة والجماعة وهم يقولون القرآن لفظه مخلوق وأما معناه فهو من الله وأما لفظه فهو من كلام الرسول؟ هؤلاء أهل السنة والجماعة. نعم.